مبدئيا احبك تعتبرني كاخ. ماشي. انا احب اعرفك ان والدي ليه مواصفات خاصه في الانسان اللي يحب ان هو يسهره. يسهره؟ ماشي، انا هسهره لك انا ما بنامش. استاذ توفيق يسهره يعني يجوزه بنته. يسهره؟ ايوه فاهم. والدي شايف انه لازم يكون ليه مركز محترم ومن عيله ويكون غني. ده عريس اختك؟ ايوه فاهم. غني ومركز ومن عيلة. ومن عيلة. ايوه يا فندم. الله يخليك. سلام عليكم. استاذ توفيق. يا توفيق عمي. صل على النبي. عصرني. عصرني. طبيعي ولا اصبعي؟ انا اصبعي ده توفيق. سلام عليكم. شوفوا لا 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 تعالى يا توفيق اقص عليك. بقول لك عايز واحد من عيلة ومركز وغني. استنى بس ما احنا لسه هنتكلم يا توفيق. استاذ توفيق لو سمحت اديني فرصة اشرح لك وجهة نظري. اتفضل. مبدئيا هقدمك لوالدي على انك مليونير ومن رجال الاعمال. انا؟ ايوه فندم. انا بعمل اعمال. انا عمري ما عملت الحاجات دي. انا مش دجال يا اخوانا. انا مش دجال اعمل اعمال وحجيبه وكلام فارغ من ده. انا راجل محترم يا ناس. يا فندم يا ناس انا كله اللي كدب. انا اللي معقد حياتي اني ما بكدبش. انا اشتغلت 77 شغلانه. 77 ما خليتش واترفدت بسبب اني بقول السد. اشتغلت غفير واشتغلت وزير. اشتغلت سفير واشتغلت ساعاتي اشتغلت مهلباتي. ما خليتش واترفدت عشان كل بشوفه كنت بقوله. ما احبش اكذب. ما تقوليش اعمل دجال دلوقتي على اخر الزمن. مفيش قدامنا غير كده يا توفيق. ما انا ما احبش كده لما تموتيني بقى. ايه رايك؟ يبقى انت ما بتحبنيش ومش عايزنا نبقى مع بعض على طول بقى. حد يقول كده برضه؟ طب امال ايه بقى يا توفيق؟ والحب عمره ما كان. الجواز اللي بيتبني على كلام فارغ وكذب ما بينفعش. بس ده مش كده يا استاذ توفيق. امال ايه؟ ده كذب ونص. توفيق عشان خاطري يا توفيق عشان خاطري. خايف؟ خايف من ايه؟ خايف. خايف يا فندم من ايه؟ خايف من نهاية يا سيدي. معلش جرب المرة دي. جربت والله. مرة كدبت في حياتي وديت اعز الناس راح اللومان 15 سنة. مين يا فندم؟ بيعمل ايه في اللومان يا توفيق؟ بيعمل ايه؟ بيصيف. واحد ودوه اللومان حبسوه 15 سنة سجن يروح شيراتون. ابويا. طيب ما انا معرفش. ابويا كان انسان عجيب. كان ايده طرشه بعيد عنك. ايه ما بتسمعش؟ لا مش ما بتسمعش. ما بترحمش. ضرب واحد على قفاه نزله ساكت مات. الوحيد اللي شافه انا. ودوني الاسم بوليس. قالوا لي شفت الراجل اللي بيقتل القتيل ده؟ قلت لهم لا. رحت النيابه. قالوا لي شفت حد بيقتل القتيل ده؟ قلت لهم لا. لحد ما رحت المحكمه لقيت ثلاثة قاعدين لابسين الرفاعية مدد. لا وقاعدين وراهم ميزان. قلت بس دول فكهانية. استاذ توفيق ده ميزان العدالة. العدالة. ايوه ميزان العدالة. في واحد كمان زميلهم دخل ببتاع زيدي بس قاعد بعيد من خصمهم. ده وكيل النيابة. وكيل النيابة. هو الراجل ده اللي قاعد يمسك ابويا يهزقه. وهذا الذي في القفص. قلت ربنا يستر شوية. والراجل اللي في النص بتاع الشاكوش قال لي اسمع يا ولد. شفت حد بيقتل القتيل ده؟ قلت له ايوه. قال لي مين؟ قلت له ابويا. قال الحكم بعد المزاولة. المداولة. خرج وجه الحكمت المحكمة حضوريا 15 سنة سجن مع نفاذ. وادي نتيجة الكذبة اللي كذبتها اول مرة ما قدرتش اكملها. اوعوا تقولوا لي اكذب ابوس ايديكم. ايه يا استاذ توفيق احنا اللي عندنا قتل ولا ضرب ولا حاجات من دي. شوية اسئلة هتقولها لبابا اجابتها هنقولها لك احنا عشان يوافق انك تتجوز نواف. مش مشكلة دي يا توفيق. مشكلة صعب. يا سيدي المضطر يركب الصعب. يا رب. طب يركب الصعب. يركب طول النار. المضطر يركب الصعب ليه؟ ليه بنعمل ليه بنقول الكلام ده دايما ليه؟ انا عايز افهم ليه ما نقول الحقيقه ورزقنا على الله. ها استاذ توفيق اقول لك تركب صعب ازاي. بابا يسالك عن شغلك وعمالك تقول له. اقول له راجل كسيب وفهلاوي وبجيب القرش من اي حته. مش كفايه يا استاذ توفيق؟ افضل اننا نتعامل مع بابا بلغه الارانب. لغه مين؟ الارانب يا فندم. هي الارانب لها لغه؟ إيه استاذ توفيق. الارنب يعني الفلوس. في رجال الاعمال يقولوا اللي عنده 2 ارنب اكتر من ارنب واحد. اللي عنده 5 اكتر. اللي عنده 10 يبقى عنده ايه؟ عنده عش. توفيق ارجوك حاول تفهم زياد يقصد ايه وعايز يقول لك ايه. ارانب مين؟ انا عندي 10 ارانب. منين إيه؟ انا ام كنا بنحفى على ربع كيلو لحمه كل موسم. تقول لي عندي 10 ارانب؟ ده الارنب الوحيد اللي دخل بيتنا يوم ما اتولدت يا راجل. الوحيد اللي ده يا راجل. ده بيحتفلوا بعيد ميلاد الارنب مش عيد ميلادنا. تقول لي ده حرام.